أقدس عناوين المسلمين، على أقدس مقدساتهم. إن شاء الله بدخلوا أربعة اثنين يا رب. لا كويس ولا حاجة، هيك مش الحال. يعبروا عن ذاته بل يعبروا عن مجتمع وعن دولة سمحت له. بتحرق القرآن يا اللي بتحرق القرآن، يا اللي بتحرق القرآن نسور للقرآن، نسور للقرآن، والقرآن رافعنا، والقرآن رافعنا. تعتدي على الإسلام، تعتدي على الإسلام، تعتدي على الإسلام. الله أكبر على الظالم. هذا القرآن يعلمنا، يبصرنا، وبدرب الحق يبصرنا، وبدرب الحق يبصرنا. رسالة غضب شديد للفعل الإجرامي الإرهابي الجبان الذي جرى في ستوكهولم باستفزاز مشاعر أمة الإسلام والمسلمين، خاصة وأنها لم تكن فقط من متطرف وإنما برعاية ودعم من الحكومة السويدية. هنا العتب على تلك الدولة التي ربما لم تخوض حروب ضد أمتنا، ولكنها بهذا الفعل كسبت كره شديد من كل أبناء الأمة العربية والإسلامية على رئيس حكومة السويد تقديم اعتذار علني، وليس فقط الحديث بأن هذا الفعل لا يمثلني، وإنما أنت تم بحمايتك وحماية القوات الأمنية السويدية. لذلك نطالب رئيس الحكومة السويدية بتقديم اعتذار علني لأمة الإسلام والمسلمين والتعهد بعدم تكرار مثل هذا الفعل، بل والقيام المجتمع الدولي بإقرار تشريعات دولية تجرم الاعتداء على جميع المقدسات الدينية. كتاب الله وين السويد عنصرية، وين السويد عنصرية، أنه يهدي من أراد الهدى، وأنه أسأل الله تعالى أن يكون هذا الموقف يوم القيامة يمر على العباد. نطالب الحكومة السويدية بالاعتذار للعالم الإسلامي ولكل مسلم والاثنين مليار مسلم أن تعتذر لهم عن هذا الموقف، وأن تقوم بمحاكمة هذا المجرم، وإذا لم تقم بذلك فإننا الحقيقة سنعلن مقاطعة شاملة لكل البضائع عندنا السويدية. لحق منه يا رب فلان نصرني، أسأل الله أن نكون ممن نصرك. هذا الكتاب الذي فيه خبرنا